بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبدأ بتأسيس الدولة الإسلامية، عمل على تحقيق ما يضمن الاستقرار من خلال المعاهدات التي عقدها مع القبائل المحيطة بالمدينة، ولكن كل ذلك لم يحقق الاستقرار الكلي للمسلمين، فكان اليهود وحتى المشركين يعيشون بينهم، كما أن القتال كان لا يزال ممنوعا على المسلمين، وكان منهجهم الإعراض عن المشركين، إلى أن نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فتغير الحال من الإعراض عن المشركين إلى السماح بقتالهم. وعندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بقافلة لقريش عائدة من الشام بقيادة أبو سفيان مع قرابة 40 رجلا، وكانت القافلة محملة بأموال قريش، قرر الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجمتها، فخرج معه 300 رجلا ويزيدون قليلا. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحضير لهذا الهجوم، وعقد مجلسا للشورى مع أصحابه يستشيرهم بالخروج والاعتراض على هذه القافلة. فقام أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما مؤيدين للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام المقداد بن عمرو وقال كلاما رائعا: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويرفع من معنوياتهم، حتى قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال كلمته المشهورة: لكأنك تريدنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، فسر على بركة الله. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه ورافعا لعزائمهم، ثم وزع المهام على أصحابه، فاستخلف أبا لباب بن المنذر على المدينة، وعين مصعب بن عمير قائدا للواء المسلمين، وقام بتقسيم الجيش إلى كتيبتين، كتيبة للمهاجرين، وكلف علي رضي الله عنه بحمل لوائها، وكتيبة للأنصار، وكلف سعد بن معاذ بحمل لوائها، وعين الزبير بن العوام قائدا لميمنة الجيش، والمقداد قائدا لميسرته. سار الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجيش على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة، ثم انعطف إلى اليمين قاصدا ماء بدر، وبعث بالكشافة وعناصر الاستطلاع ليجلبوا أخبار القافلة. وصلت الأخبار إلى أبو سفيان بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم مع الجيش وهدفه القافلة التي يترأسها، فبعث رجلا إلى مكة يستنجد أهلها لحماية القافلة، ومع ذلك استخدم ذكاءه وحنكته للهروب من المسلمين. فسبق القافلة وعلم بمرور راكبين بالقرب من ماء بدر، فأخذ أبو سفيان بعض من فضلات بعيرهما ووجد فيها نوى التمر، فعلم أنهما من جيش المسلمين لأنه علف أهل المدينة، فسارع إلى تغيير اتجاه القافلة تاركا بدرا على يساره، فنجت القافلة. وبعد وصول الخبر إلى قريش تجهزوا وخرجوا 1000 مقاتل، وعلى الرغم من أن أبو سفيان أرسل لهم رسولا يخبرهم بنجاة القافلة والرجوع إلى مكة، إلا أن أبا جهل رفض ذلك وعزم على الخروج بالجيش والمسير إلى أن يصل بدرا ويقيم عليها 3 يأكلون ويشربون ويطربون حتى تسمع بهم القبائل ويفرضون هيبتهم عليها. علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن القافلة غيرت مسارها وأن الجيش الذي خرج من مكة واصل مسيره نحو بدر، فرأى أن الرجوع يقوي من مكانة قريش ويضعف من مكانة المسلمين، فعقد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتماعا طارئا مع أصحابه، إذ أنهم كانوا قد خرجوا من أجل اعتراض القافلة، وبينما تطور الوضع إلى معركة غير متكافئة بينهم وبين المشركين. وبعد المشاورات لم يكن من المسلمين أنصار ومهاجرين إلا أن وقفوا وقفة الرجل الواحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم،
فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم خطة تهدف إلى الوصول أولا إلى ماء بدر ليمنع المشركين من الاستيلاء عليها. وبعد أن اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من أدنى ماء من بدر نزل بها، وعندما علم الحباب بن منذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنزل الذي نزله الجيش لم يكن مأمورا به من الله، أشار إليه بخطة محكمة مفادها أن ينزل الجيش بأدنى ماء من المشركين ويبني عليه حوض يملأ بالماء ليشرب منه المسلمون دون المشركين. فأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المشورة وأخذ بها. وأيضا تحسبا للطوارئ اقترح سعد بن معاذ أن يبنى مقر للقيادة لكي يحافظوا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في حال هزيمة المسلمين. ونال هذا الاقتراح التأييد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبني المقر على تل مرتفع يطل على مكان القتال. وكانت مهمة سعد بن معاذ وبعض شباب الأنصار حماية الرسول صلى الله عليه وسلم في مقره. حل الظلام وبات المسلمين ليلتهم وقلوبهم ممتلئة بالثقة والإيمان بنصر الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويذكرهم بالله واليوم الآخر، وكان يتضرع لله سبحانه وتعالى ويدعوه بقوله: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى تلك الليلة مطرا خفيفا يثبت قلوب المسلمين ويطهرها من وساوس الشيطان ويثبت به الأقدام، حيث تماسك رمل الصحراء وتلبد بماء المطر. فقد قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية القسم الأول من غزوة بدر، وسنكمل لكم أحداث هذه الغزوة المباركة في المقطع القادم.